اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني اروح معايا تليفون مهم جدا الحقيقه، واحد من المديرين الفنيين الكبار، هو صغير السن ولكن كبير المقام الحقيقه، عامل شغل رائع جدا خلال الفتره السابقه، واحد من ابناء النادي الاهلي، المدير الفني الكبير والقدير كابتن احمد سامي. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن اسلام، عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ كله انا بقول له احمد يعني عشان هو جيلي، يعني هو يعني احنا سن واحد، فاحمد عادي يعني. احنا اخوات حبيبي. انا ببقى سعيد جدا الحقيقه لما بشوف الاداء وبشوف الكلام اللي بيتقال عليك كاحمد سامي، لانه انت تستحق الحقيقه كل هذا الكلام الرائع، ودايما دايما في تقدم يا احمد. والله ده توفيق ربنا، والله يا اسلام توفيق ربنا، يعني ده كله يعني احنا بنحاول بنشتغل بشكل كبير، واللعيبه مساعدانا ان هي مستجيبه. نعم الحمد لله، يعني ده توفيق ربنا الاول والاخر. النهارده كانت في مباراه امام المحله سموحه بعد اعتقد 30 دقيقه ويمكن اكتر حاجه بسيطه، قدرت ان انت اتطرد لاعب وقدرت ان انت تكسب في الدقيقه 62، قدرت ان انت تكسب وفي مباراه كانت صعبه جدا، على الرغم من الاول الاهداف كانت في الدقيقه 64 يعني 74، يعني انت كنت ناقص لاعب كمان. الحمد لله، يعني هو كان هو ماتش صعب، فرقه محله فرقه كويسه جدا وعندها سرعات ولعبه وفرقه تعمل لها حساب. نعم. احنا مركزين على نفسنا ان احنا عايزين نأدي بشكل كويس. يعني الناس بتعمل حساب لفرقه سموحه بشكل كبير جدا، بقى لنا سنتين. وكنا دايما عايزين نلعب على المكسب، عايزين نعمل كره حلوه وكره كويسه بس من خلال النظام. والنظام ده هو ده اللي مساعدنا بشكل كبير جدا على مساعد اللعيبه ان هي تنفذ بشكل جماعي. طبعا اتطرد مننا، وانا يعني كنا بنلعب 10، اتطرد كناريا من نص الملعب بشكل كبير جدا، لعبت باتنين راس حربه، وطبعا دي كانت مفاجاه بالنسبه لفرقه محله ان انا بلعب 10 وبلعب اتنين راس حربه، ودخلت الوينج اللي هو وادي تحت الفروت، بقيت بلعب براسين حربة. بس ما خفتش في الوقت ده ان انت يخش فيك جون والتاني والتالت، يعني ان انت تلعب باتنين راس حربة في وقت صعب زي ده؟ لا، ما هو في من خلال نظام، يعني هو يعني الموضوع مش الموضوع مش ان انا بجازف من خلال او في تهور، لا في يعني في طبعا لازم يبقى تبقى انت جريء جدا واللعيبة عارفة ان انا جريء، بس من خلال نظام دفاعي، في منظومه دفاعيه بنحاول بشكل كان ممكن يخش فيها جون، بس في الاخر انا كسبت. يعني لازم انت معنا، انا بسعى ورا المكسب، مش افرح بالنقطه، يعني النقطه مش هتساعدني بشكل كبير جدا، لكن برضو لو انا مش يومي تبقى النقطه مفيده، زي ماتش المقاولين كده، انا ضيعت فرص كتير بس في الاخر انا عرفت ان احنا خلاص الكوره مش عايزه تخش، فخلاص يعني ارتضيت بالاداء لكن مش بالنتيجه. لكن في وقت من الاوقات انت كمدرب ما ينفعش ان انت يعني تفتح الجيم بشكل كبير واللعيبه تقعد تجري في اي حته، لا، في نظام دفاعي وتوازن بين الدفاع والهجوم، لان كل حاجه اسلام بدايتها من مواقف دفاعيه. كل الهجوم بيبتدي من مواقف دفاعيه. انت ممكن من بدايه الجون ليك نظام معين في سيستم اللي بتبدا هجمه ازاي او بتلعبها بسرعه ازاي، لكن انت من خلال الجيم بتخلق مواقف، من مواقف دفاعيه بتخلق مواقف هجوميه. نعم. طيب وصولك للمركز الثالث حتى لو بشكل مؤقت، اعتقد ان ده بيحسب للجهاز الفني لسموحه بالكامل واللاعبين بالكامل، طبعا قبلهم مجلس اداره. بص يا كابتن اسلام، دلوقتي احنا بشكل كبير جدا يعني بنحاول نجمع نقط بشكل قوي. نعم. ونجمع نقط بشكل قوي، ان قعدنا في الدوري الممتاز بدري قوي. ايوه. نبقى مستريحين ويبقى الطموح واحده واحده. انا ما بلعبش على دوري ولا بلعب على المراكز اللي هي تخوف دي، لا، انا واحده واحده مع اللعيبه، اللعيبه عندنا خبرات اقل، السكواد عندي مش 30 لعيب كلهم شبه بعض، في متغيرات بتحصل. حته بالتدريج عشان اللعيبه مش متعوده على الضغط ده. فانا بالتدريج احنا بنحاول نتحرك، احنا كان ناقص عندي حوالي 8 لعيبه النهارده. نعم. 8 لعيبه بس، الحمد لله اللعيبه مجتهده، وانا يعني بعد بشكر ربنا الاول وبعد كده بشكر اللعيبه على الجهد اللي هم عملوه النهارده، وانا في الاخر انا بقول لهم انتوا لازم
تعمله زي حاجه يعني، ما يبقاش الموضوع ان انا موجود وخلاص، لازم يبقى ليك هيبه في الدوري، لازم يبقى الناس تعمل لك حساب، لازم تحاول تحط مستقبل للفرقه الاول وبعد كده ليك، لكن عمرك ما تعمل مستقبل ليك الاول وبعد كده الفرقه، لازم الفرقه الاول وبعدين اللعيب، لان هو لو انا بصيت شفت، وده من خلال السنين اللي فاتت اللي في سموحه، نعم، ان اللعيب بيبص لنفسه بس مش هيلعب معايا. وبيبص للفرقه كلها. لازم الفرقه الاول. طيب. لازم الجماعيه الاول قصدي. الافريقيا برضو، هل بتنظر لافريقيا بشكل او باخر؟ سموحه قبل كده، ما انا المفروض كنت في افريقيا السنه دي يا اسلام. نعم؟ ما انا كنت المفروض في افريقيا السنه دي. يعني انا ما... لا ما... مش يعني انا واحد طلع رابع الدوري في افريقيا ازاي؟ ده بيراميدز كانت تبقاني ببونت واحد وهي تالت قبل الدوري ما تخلص، بعتوا الاسماء. نعم ايوه قبلها بكتير. ده فجأة كده صحي الصبح قال لك يا جماعة يوم الماتش اللي جاي هو اللي هيحدد. ده كان زمن، واحنا الحمد لله في زمن فيه نظام دلوقتي. لا الدنيا طبعا منظمة، كورة منتخب، الموضوع بقى منظم بشكل كبير. طيب بمناسبة المنتخب الأولمبي وكلام كثير عن ترشيح أحمد سامي لقيادة المنتخب الأولمبي خلال الفترة اللي جاية، ده شرف ليا طبعا ان انا ابقى مرشح للمنتخب الاولمبي، بس هو لسه مش وقته دلوقتي يعني. هل في حد اتكلم معاك بشكل رسمي فيما يخص هذا الموضوع يا احمد؟ كله يعني كله بشكل ودي، كلهم انت عارف، ان عارف الناس كلها بتكلمني بشكل ودي، لكن هو في الاخر هو لسه المنتخب الاولمبي مش هيتجمع دلوقتي. ولسه شويه يعني عليه، لسه الكلام ده شويه، الكلام الرسمي يعني لسه شويه عليه. يا مسهل لما نشوف الفترة لكن الجاية. هو ده، لكن هو شرف طبعا لأي حد ان هو يتقال اسمه بس ان هو مترشح للمنتخب. طيب خليني اخدك لمباراة الأهلي امبارح، اتفرجت على مباراة الأهلي؟ اتفرجت. ايه رأيك في الأداء؟ وبرضه عايز أعرف رأيك في سان داونز، هل بتعتبر سان داونز، أنا عارف إن أنت متابع دائما لكل المباريات الأفريقية، وبالتالي هل بتعتبر سان داونز واحد من الفرق المرشحة دلوقتي بعد المستوى اللي احنا شايفينه معاهم خلال الفترة اللي فاتت؟ سان داونز يعني نادي الاهلي، نادي الاهلي هو اللي دخل سان داونز دي. نعم. هو نادي، سان داونز كان يعني بشكل مميز ان هو واقف دفاعيا بشكل كويس وبيشتغل على مساحات، لان الاهلي عايز، الاهلي كان حريص قوي من بداية الجيم، هو ده اللي ساعدهم ان هم يخشوا. ايوه. لكن هو الاهلي لو كان ضاغط بشكل كبير جدا زي ماتشات كتير هو بيعملها، كان هتأثر عليهم على المدى الطويل على سان داون. لكن هو في الاخر طول الجيم شويه، مستر موسيماني طوله شويه، والتطويل الجيم بشكل كبير مع فرقه زي سان داونز هي دي اللي خلتهم ياخدوا الثقه اكتر، بغض النظر عن الفرص اللي ضاعت. يعني بغض النظر، في نادي الاهلي لما بيلعب طبيعي ان هو لازم يوصل للجول. مظبوط. يعني لكن انا بكلمك على التوتال في الاخر. لا التوتال خلاص، انت خسرت 3 نقط. بالظبط، التوتال هو يعني احنا ضيعنا وقت الاول في الماتش نتيجه الضغط، لان هو الضغط هو اللي بيبين لك اسلوب لعب المدرب. هو كان حريص جدا مستر موسيماني، وده حاجه كويسه مش حاجه وحشه. ايوه. كان حريص جدا، بس الحرص الزياده وانت على ارضك ما بتبقاش حاجة كويسة بالنسبة لفرقة زي نادي الأهلي. نادي الأهلي لما بيضغط من قدام بشكل كبير ويكثف الضغط بشكل كبير، ده بيعمل توتر عند اللعيبة، خصوصا الفرقة اللي بتيجي تلعب نادي الأهلي على أرضها. مظبوط. فحتة الضغط، أسلوب الضغط كان ديلي قوي، يعني متأخر. متأخر شوية. متأخر قوي طبعا. أحمد عبد القادر شايف أداؤه إزاي خلال هذه الفترة؟ لا أحمد عبد القادر نمرة واحد. يعني ما احمد عبد القادر، مش ده انا بقول كده عشان انا قلت على منعم من سنتين الكلام ده، ما كانش حد واخد باله. انا محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم. وبقول على عبد القادر دلوقتي، وبقول لك على بيكهام كمان اللي عندي. بيكهام هيبقى من احسن سنتر باك في مصر. محمد شكري. محمد شكري، بس محمد شكري عنده في الحته دي في زحمه. فهيبقى صعب. وهو لسه برضه لسه محتاج يقعد شويه، لكن احمد عبد القادر، بكلمك احمد عبد القادر، احمد عبد القادر لعيب اقرب ان هو من اللعيبه اللي اقرب للمديرين الفنيين 90%. وعبد القادر، عبد القادر سريع جدا جدا.
لا وجدا، مش بقول لك سريع بس، سريع من غير كوره جدا، لعب الكوره جدا، الفينش بتاعه كويس قوي، عنده ثبات انفعالي غير طبيعي، لعيب تكتيكي ذكي، فالمواصفات دي مميزه لاي مدرب. بس هو المشكله ان هو برضو بيحتاج وقت اطول. طبعا الضغط لان اكبر. هو ليه بقى واحد اطول؟ لان دايما المحاولات بتاعه المهاجم زي احمد عبادر يعني بتاخد وقت، خصوصا لو الناس عارفاه. دلوقتي كان زمان، كان الاول الناس مش عارفاه قوي، دلوقتي هو بيلعب في النادي الاهلي اساسي فالناس عارفاه، فحته الصبر عليه مهمه جدا، لان هو لعيب في ثانيه يجيب لك جول. فمش عشان هو ضيع فرصه او هو عمل كام كوره مقطوعه او حاجه لازم تستعجل على تغييره، لا. ده من الركائز الاساسيه هتبقى ان شاء الله في منتخب مصر. النهارده لو تبص على محمد صلاح طول المباراه ما عملش كتير يعني، ولكن الراجل بيبقي على يورجن كلوب، بيبقي طبعًا على محمد صلاح طبعًا، لانه عارف ان في لحظه ممكن يغير له الجيم. بص اللعيب المهاري يا اسلام ده مفيد جدا للاداء التكتيكي طبعا، لان هو طبعا بيسهل لك كمدرب الاداء التكتيكي بتاعك، وخصوصا كمان لو ماتش الفرق اللي بتقابل النادي الاهلي اللي هي عامله ديلي قوي ومقربه خطوطها قوي ومفيش مساحات قوي، فطبعا هيبقى المحاولات اكتر من المهاجم. فانت لازم تديله الفرصه بشكل كبير وتصبر عليه بشكل كبير، ما يبقاش قرارك انفعالي ويخرج بسرعه. انا بكلمك عموما، ما بكلمش على الماتش اللي فات، انا بكلم عموما. فانت لازم اللعيب المهاري تحاول تبقيه اكبر قدر وقت ممكن في الفرقه، لان ده اللي هيعمل لك الفرق. بس لكن لو لعيبه كتير في نادي الاهلي ولعيبه مهاريه كتير في نادي الاهلي، بس انت لما بتختار لعيب بتختاره على المستوى ان هو اخر تمرين فتره اخر ماتشات هو مؤدي بشكل كويس، فانت بيبقى عندك ثقه فيه كبيره. فالمحاولات لازم تبقى اكتر ولازم تصبر عليه. اخيرا يا سامي، هل النادي الاهلي يستطيع ان هو يصعد من هذه المجموعه؟ يصعد طبعا. يستطيع. خلي بالك انت لما تتكلم على توتال في الماتش، احنا كان عندنا مشكله في الضغط في بدايه الماتش. الاهلي كان عنده مشكله في بدايه الماتش في اسلوب الضغط. لكن في نفس الوقت الاهلي توتال يكسب، ضيع فرص كتير. ضيع فرص كتير بالظبط. لكن ساعات انت خلاص ما بيبقاش في يومك، فخلاص خلص الموضوع، انت بتقفلها وتشوف الماتش اللي بعده. ونادي الاهلي نادي كبير يعني يقدر يرجع بشكل كبير، وبعدين ما بياخدش وقت. مظبوط. والله يكون في عون الفرقه اللي بتلعبه بعد الخساره. ايوه ان شاء الله. ربنا يكرم يوم الثلاث ان شاء الله، وبعد كده يوم السبت في المباراه القادمه امام المريخ. انا بشكرك جدا يا نجم على تواجدك معايا، المدير الفني الكبير والقدير كابتن احمد سامي، المدير الفني لنادي سموحه. الحقيقه احمد انا بحب اسمعه لانه بيتكلم بثقه وبمنطقيه في نفس الوقت، والحقيقه اذا كان هناك حصان اسود للدوري العام المصري هذا الموسم كمدير فني، انا بعتبر ان احمد سامي كمدير فني هو الحصان الاسود لكل المديرين الفنيين، لانه ماشي بخطه ثابته. كتير جدا قال ان احمد هيفشل، كتير جدا قال ان احمد عشان لسه صغير وكلام من هذا القبيل، واحمد مش صغير يعني، احمد 45 46 سنه. وبالتالي لا، احمد اثبت بما لا يدع مجالا للشك ان هو واحد من افضل المديرين الفنيين اللي موجودين في مصر، زي ما كان قبله عماد النحاس، او ما زال طبعا عماد النحاس، زي ما كان قبله موجود دلوقتي كابتن علي ماهر وكل وكابتن مجدي عبد العاطي. الحقيقه مجموعه كبيره جدا من وكابتن محمد عوده، كابتن عبد الحميد بسيوني، الكل عشان بس اسماء مهمه جدا موجوده في عالم التدريب يكونوا متواجدين. ولكن احمد سامي انا عايز برضه اقول لحضراتكم، هي معلومه عندي ما اعرفش يعني اكيد عنده، لكن هي معلومه عندي ان احمد سامي اتفق مع مسؤولي اتحاد كره القدم على ان هو يتولى الاداره الفنيه لمنتخبنا الاولمبي ابتداء من شهر 6 اللي جاي. ده لغايه دلوقتي، لو في تغيير طبعا دايما هتلاقوني بقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل في هذا الامر.